تفاصيل أكثر. ينضم إلينا عبر سكايب المتخصص بالشأن الإيراني هاني سليمان عبر الهاتف. إذن أستاذ هاني، مساء الخير، اهلا بحضرتك والساده المتابعين الكرام، اهلا وسهلا. مرحبا بك. بدايه، يعني كما نشاهد ارتفاع حصيله القتلى في ايران ولا تزال المنظمات صامته مع الاسف امام هذا الجرم، كيف تفسر ذلك؟ بالتاكيد حاله من القمع وحاله من تجاوز كل الخطوط الحمراء من جانب النظام الايراني، ومع ذلك ما زال هناك حاله صمت من المجتمع الدولي عن معاقبه هذا النظام من خلال محاكمة القادة الخاصة بالنظام الإيراني، لأنها جرائم ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، يعاقب عليها القانون الدولي من خلال تعقب المعارضين والمدنيين العزل وحالات القتل والقمع الشديد التي يمارسها النظام، إعدامات بدون محاكمات، وهناك أكثر من 29 شخص مرشح ومرجح أن يتم إعدامهم خلال الفترة القادمة من خلال قمع النظام للشعب الإيراني على كافة أطيافه. وبالتالي لابد، وطلبت منذ أكثر من مرة على شاشاتكم، أن يكون هناك آليات لتعقب مجرمي الحرب وأشخاص النظام، خاصة أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هو متهم في جرائم حرب وجرائم ضد المدنيين في 98، مقدرة 98، وهو كان موجود إبان الاحتجاجات في 2019 التي سقط فيها 1500 قتيل، وبالتالي هو على رأس النظام وعلاوه على المرشد وقادة الحركة الثورية. وبالتالي حالة الصمت الموجودة في المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، أعتقد أن هي لا ترقى إلى مستوى الممارسات الإيرانية. لابد أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات، وألا يتم التعامل مع الموضوع وفق حسابات سياسية ومواءمات خاصة بالاتفاق النووي أو الضغط على النظام لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى. لابد أن يتم تعقب المسؤولين الإيرانيين وعدم مرور الأمور بجرائم الحرب التي تقع في هذا التوقيت. نعم سيد هاني، يعني الاحتجاجات الحالية ما الذي يميزها عن سابقاتها من الاحتجاجات؟ يعني ما مدى استمراريتها برأيك بالرغم من كل هذه يعني القمع وأيضا حالات الإعدام التي نشاهدها؟ 3 شهور من الاحتجاجات المتواصلة رغم أدوات التعذيب والقتل والاعتقال والتهديد، أعتقد أن النظام يقف عاجزا أمام هذا الحراك، نظرا لأنه كافة أطياف الشعب الإيراني خرجت ترفض هذا النظام، سقطت الخطوط الحمراء من القدسية الدينية والمرجعية الخاصة بالمرشد أو القادة الدينيين. هناك حالة رفض لتسييس الدين وأيضا تصدير الثورة ودعم الميليشيات على حساب المواطن الإيراني. كافة أطياف الشارع الإيراني خرجت من الطلبة والعمال وكافة المدن، حتى المعاقل الأمنية للنظام مثل شيراز وأصفهان، علاوه على المدن الدينية مثل قم ومشهد. أيضا سيد هاني، يعني هناك تظاهرات في دول أجنبية داعمة أيضا للتظاهرات، كيف ترى أبعادها هذه؟ أيضا هناك تشابك ما بين الخارج والداخل، أكثر من 145 مدينة كانت هناك احتجاجات وتظاهرات متضامنة مع الوضع الداخلي في إيران. هناك حالة تضييق على حكومات تلك الدول للتدخل بشكل أكثر إيجابية مع النظام الإيراني لفرض تطويق ومحاكمة أعضائه واتخاذ مواقف إيجابية، وأيضا لدعم المحتجين في الداخل، وده دلالات إيجابية جدا في استمرار الحراك حتى هذا التوقيت. ننتظر أن يتم نقل هذه الحالة من الشعوب إلى المؤسسات الحقوقية ومجلس الأمن، والتحرك بشكل جدي وفعلي بعيدا زي ما قلت عن المواءمات السياسية والحسابات توازنات القوى التي يقبع فيها النظام الدولي الآن العاجز عن تحقيق انفراجه فيما يتعلق بالملف الإيراني. أعتقد أنها مسؤولية يجب المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته، خاصة في ظل هذا الحراك الداخلي والخارجي. نعم سيد هاني سليمان، متخصص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.